غادي خصك تركز في هاد الجيم مزيان، لان انا عندي 1488 هذا اللي لعب مع 1513، ولكن بزوينه درت الثاني من الرابيد اللي يعني بقاو ديما تركزوا. فغادي يلعب في نفس الديفونس، غنشوف شنو غادي يوقع، لان الديفونس هذا كنلعب بيير مع اللي عنده الليفل ديك 1200 1300 يعني. فغادي نلعب انايا في هاد يعني كما كتشوف هنايا كنخلي هو كي اتاكي، شوف هو عنده 3 باونز دير الاتاك شتي، وانا كنلعب كديفونس، وانا اصلا البلاك كنلعب كديفونس، ولكن من بعد عاد غادي نلعب مزيان. اقدر يهبط هذا اللي هذا ما جابوش شي كيفما كتشوف، وانا غادي نحاول نلعب على هاد الجهه هادي، ولكن خصني نركز، نتوما ركزوا معايا مزيان. لا باون بحسب النايت هنايا لان كاين الكوين، لا باون هنايا نحيد هاد الباون هذا لان فهمتي شاد لي جام نايت هنا، بعد ما غادي يضربني ما ضربنيش واخا، ما غاديش نلعب هاد الباون لان غادي يدير تشيك، الا بغيت نحيد داك الباون هو الاول. فشنو غادي نقدر نلعب تيكس تيكس على البيشوب، غادي نكمل نكمل الديفونس ديالي. نلعب النايت، خصي عندي الكاسل هديك الساعة يمكن لي نلعب هاد الباون باش نحيد هاد، دونك هنا هبط ليا ترانشيت في نفس الوقت غادي تربح هنايا، لكن اصلا النايت جبتو هنايا يعني ديما بقا تشوف عن يعني ديما بقا تشوف يعني عن البعد، فهمتي يعني ديما خصك تبقى تشوف حالك تبقى تلعب كأنك انت كتلعب وكتشوف من بعد شنو غادي يوقع، فهمتي كتلعب يعني على الفيوتشر يعني على المستقبل. شوف 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 دابا هبط هاد الباون هذا، علاش؟ لان كان يهبط هذا، لان كيكون هنا يقدر يهبط هاد الباون من بعد ما غنخد هذا كاصلا كدا يهبط هذا. صافي مشيت فيها، ولكن نكمل هاد الماتش. دابا عاد كسر غادي نلعب هذا، غادي ناخدو بالنايت باش نزيد ان ديفلوبي. نكتشوف الوقت راه مازال نختار البلاصة لأن كاين تربية هنا تشيك، ما غادي نكون لعبت أنا هنايا فغادي تانا نلعب هنا. ياخد هذا ديفونسي، فما غاديش نضربو بهاد الباون، غادي نحاول نضربو بالبيشوب ولا بالنايت باش نحاول طريقة على الروك اوت يعني. فانا شنو غادي نلعب، فتا انا غادي ندير الهجمة ديالي، غادي نهاجم بهاد الشي هادي، ولكن تبقى لينا هدا هنا دونك غنلعب هنا نفس الطريق تا انايا كيفما كتشوف انايا يعني واخا كاين فواحد الازمة، ولكن مع ذلك كنلعب فهمتي غادي نحل الطريق. غنلعب الباون هنايا يقدر ياخدني بعدا، إلا خداني بعدا وخديتو بهدا ياخدني بالبيشوب، ميمكنش ليا ناخدو أنا بالكوين. شنو نلعب هنايا غادي ياخد هاد البلاصة هادي، ميمكنش ليا ناخدو لأن هنا غادي يكون هو، لأن عندي تهديد كبير في هاد الباون هدا من بعد غادي ناخدو. دونك مغاديش ندير ديفونس، دونك إلا خديت بهاد الباون هدا غيكون مزيان. إلا مشات خداني هنايا بالباون غادي نرجع ناخد هاد الباون هدا وغندير تشوينجيس الكوين أو بيشوب، نشوف شنو غادي يوقع. بعض المرات اللي كنتي كطلعت كتلقى واخا مثلا شي واحد عنده 1400 ولا 1500، بحال مثلا عندي مثلا دابا 1488 غنوصل ان شاء الله على 1500، فكتلقى ما عرفتش علاش دار ريزايند، ما عرفتش ترينشنز زعما هو راه مدير لي ترينشنز كثر، ما عرفتش علاش صراحه. نعاود معاه كما قلت لكم، فاش كتلقى شي واحد يعني عنده 1500 كيلعب اللعب ديال مثلا بحال راه تكون عنده 2000 1100، على عكس انايا كنلعب بحال اللعب عندي فهمتي الليفل عندي قليل. علاش؟ لانني بعد المرات ما كنلعبش بالتركيز، المهم مع باش يعاود غادي ندخل غنلعب ماتش او شي واحد اخر، يعني بغيت نكمل في هاد الديفونس ما عرفتش صراحه علاش،
المهم انا غادي نلعب كي بالي لا كينجز جابش، ولا غادي نلعب اللعبه اللي مشهوره عندي ديما كنلعبها، اللي هي دي نايت بيشوب كاسل. بيشوب هاد اللعبة هادي ما خص اللعبة، أو كي لعب في بنات يهبط هذا غادي يلعب هنايا، ولكن معليش نخلي هذا يخرج، حنا غيبغي ياخد لي هاد الباور. نايت هادي اللي كنشوفها بزاف هي هادي، ما خصكش تبقى تاخدو بعدا، خدو بالبيشوب ديما تخرج البيشوب باش تخلي هاد البلاصة يعني مأمن هاد الباور مزال يكونو مبصونش باش تقدر أنك دير كاسلان. فهو دير هنا ترينشنس وقدر يلعب هاد الجهة هادي، يقدر يلعب هاد الجهة هادي من بعد هنايا شوف. دونك اصلا عندي تما مزيان، كنلعب هنايا باون ما خليش ما تيجي هنايا، بس لو نقدر ندير اتاك لان اصلا هذا يعني عندو ترينشنس يعني مهدد بالكوين مهدد بالنايت ويكون مهدد حتى بالبيشوب. غادي ندير هنايا ترينشنس، ولكن الا درت ترينشنس وطلعت هذا باش نديفونسي عليه ما غاديش يكون مزيان. المهم الا ديفونسيت هنايا عليك كيف كتشوف هنايا الطريق جي هنا يقدر يطلع. المهم خدا لي هنايا النايت، بقيت انا غادي نغلو نار بيشوب، دابا راه نديفونسي عليه هو لعب النقل هذه يعني باش يقتل لي هذا، فبإمكاني اني نلعب كوين لان البشط ما عندي فيه اللعبو، غادي نلعب هنايا الكوين. لو كنت نلعب هنايا احسن، يستحسن اني نلعب الكوين باش نديفونسي على البشط. فدابا كيبقى هنا ضعيف لان مديفونسي غير النايت والبشط حتى هو في نفس الوقت، ولكن يقدر ما ياخذني ديك الساعات نقدر انني ناخذ الكوين ونبقى عشان نديفونسي عليه، ولكن الكوين ما بقاوش ديفونسي بيه. هنا كيف قلت لكم الا مشيت حتى نلعب هذا الباون هذا غادي ياخذ لي البشط، ولا ضربته بالروك غندير كاسلون في هاد الجهة، ولكن انا محتاج ندير كاسلون هنا، ولكن بما انه هو مدير تما كاسلون فكيبان ليا انا غندير كاسلون في هاد الجهة هادي. دونك غادي نلعب، الا لعبت هنايا ما غاديش يقدر يضربني هو بالنايت، ما يقدرش يضرب هذا بالنايت لان اصلا محمي بالنايت ومزيانة. انا كنت عارف عرفت واش غادي يلعب باش منديرش كاسلون، ولكن الا درت كاسلون في هاد الجهة هادي تقدر تكون مزيانة، ولكن غير الا هبط هاد الباون زادو هنايا هادشي. فقط اللعب باش ما نخليش ان نزيد الاطرا. دونك هنا ما كاينش كاسلون، نقدر ندير كاسلون هنايا ونقدر كاع ما نديرش كاسلون على حسب، ما نقدرش دابا نضرب هذا هنايا، خصني نضربو بالكوين هذا محميين مزيان. طلع علاش طلع؟ نقدر يجي في هاد البلاصة من بعد هنايا، وكيف كتشوف انا مستقبلا نقدر يجي هنايا ما تعرف هاد الباون. المهم نقدر ندير كاسلون ونأجلها، ولكن في بالي ندير كاسلون لأن غادي نبدا نلعب على الوسط ميدل جيم، غنبدا نلعب على الوسط حتى هو غيبدا يلعب ليا على الوسط. فهنا كيف كتشوف ترينشنس، فنقدر نجيب هذا هنا وهنا. إلا لعبت أنا الكوين هنايا واش ما غادي يوقع؟ المهم إلا لعبت أنا الكوين لا خصني نلعب الكوين هنا، علاش؟ لان غادي ليا ترينشنس هنايا عاوتاني، فغادي نشتر البلاصة هادي كاملة. دونك ف يعني كون مدرتش كاسون كون نقدر نطلع نزيد ندير ترينشنس نيت باش هدا ميقدرش يهبط، ولكن هو راه هبط. فانا بإمكاني ناخد ولكن راه كاين الروك، فا إلا مشيت لعبت هنايا فصافي غادي نلعب واحد اللعبة هنايا شناهي، وهو أنه غادي نلعب هاد الباون باش نديفونسي على النايت. يمكن اني ديفونسي على بالكوين ولكن نقدر نهبط. المهم مزيان فاش دار هكا، مزيان فاش دار هكا نقدر ناخذو هنايا، وكي هو بالعاني دار علاج باش ناخذو باش ياخذني ما ياخذنيش، فهذا غادي ياخذني بالروك يعني تعتبر مشكلة. روك اللي كيبان لي انا ما ناخذوش اللعب، اللي مشيت حتى خديتو غادي ياخذني بالروك ولا ياخذني بالنايت، ولكن احسن خليه تما علاش شدت جوج جوايا انا عرفت علاش دايره. المهم وغادي نلعب غير نلعب النايت هنايا، ولكن هبط ليا الباون نقدر نجي هنايا، ولكن شنو غنلعب؟ غنلعب الروك عاد نطلع هذا باش الخ تاني غادي ناخدو بالروك
الروك هنايا من بعد نجيب الكون هنا ما يقدرش هو يخلي يكون فيكسي فبالتالي يقدر يلعب هنايا عليه هذا مزال غادي نخليه تما دونك هنا الا خديتو غادي ياخذو ويبقى الطريق محلول هنا راه تشيك ميت دونك ما خصنيش ناخذو نخليه هو ياخذني وعاد ناخذو انا الباون ولكن مع ذلك هذا اللي كان هنا يقدر يكون هنا يدير ليا تشيك ممكن نشوف الوقت 6 دقائق مازال الوقت غادي نكمل الا لعبت هذا هنايا شنو غادي يوقع ولكن خصنا نشوفو هذا نقدر نطلع هنايا ونخليه يهبط تعدي مزيان اذا طلعت هذا هنايا ما عرف صراحة كبير ليا تيكس تيكس صافي ولكن مشيت حتى طلعت هذا وهذا هبطو هنايا فراه بامكاني اني ناخذ بهذا ولكن غيتحل الطريق هذا ولا بامكاني اني ندير ترينجنس مزيانة كبير ليا نفضل اني ندير ترينجنس هكاك مزيان انا اصلا بغيتو يلعب هاديك بحال هكاك كيف كتشوف هنايا ديفونسي على الباون في نفس الوقت مديفونسي على هاد النقطة ديال السي فور باش الماتش ميجيش هنايا دي مزيانة خاطر الفيديو يجيكم طويل وقدر كاع يجي كاع ممل ولكن هضر تشيز فهمتي يعني الشطرونج ياك الشطرونج يا راه ما مملاش راه فاش كتفكر بزاف عاد كيتسحب لك راه مملة ولا شي حاجة لا بالعكس بحال هادشي هو اللي يفيدك احسن من انك تلقى شي وحدين الله يعفو عليهم وصافي كيبقاو يتبعو الفضائح وداكشي داكشي زعما كاع ما كيجيهم ممل داكشي هو اللي خصو يجيهم ممل لان داكشي اصلا ما غاديش ينفع لواحد فهمتي ما عرفش انا صراحه علاش بنادم كيعمر راسو بداكشي وفهمتي راه هادشي بلا كاع بلا ما نديرو دراسه في شي حاجه راه كنلقاو بلي كثر الناس اللي متبعين الفضائح راه اكثر من 70 ولا 80% قليل اللي كتلقاه كيبغي شي حاجه تكون زوينه قليل قليل المهم انا مشيت تاخديتو بهاد الطامون الا خداني بالروك نلعب كوين هنا نهدد هاد الباون تشيك في نفس الوقت نقدر نجي لهاد البلاصة دونك هو الروك غادي يلعب هنايا وغادي ناخد مزيان دونك الا لعبت هنايا الكوين تا هو غادي يلعب هنا الكوين باش مناخدش هدا في نفس الوقت باش يديفونسي هاد النقطة ديال تشي سيفن من هنا يكرك كون غير درت الروك هنا زيد هنا يا روك تيقولو وقيلا لندن سيستم ما عرفتش صراحة لندن سيستم يمكن ليها تكون اوبينين ولكن هاد اللعبة ديال الروك فوق روك كتعجبني بزاف السيستم واعر فهنا كيف كتشوف هنا كاينة تشيك ميت يعني ضروري مع انها خصي يلعب يا كوين يا روك هنا ضروري هذا كيبقى مديفونسي هذا ما مديفونسيش شي هذا كمان مديفونسي مشينا هو يمكن يديفونسي هكا في نفس الوقت نجي هنا تا هذا حل يمكن نديرها فاشنو كيبقى مخصيش نلعب هنايا كنت علي نلعب النايت هنايا علاش لان غادي ياخدني ولكن خليتو ياخدني مثلا غنجي هنايا غندير تشيك خاطر الكون يجي هنايا طق تادي مزيانة تا هاد اللعبة انا كنفضل بحال هاد اللعب باش متيكونش عندك الوقت يمكن لك انك تبدل تشينج كوين معاك انا نوريكم كيفاش مثلا لا صافي هادي ما تبقاش انا عندي ما غاديش تزيد توقع فدابا الا لعبت هنايا هو غادي ياخد لي يعني لان ما غاديش يبقى ديفونس لان دابا الكوين مكنش لي ياخدها لان اصلا فيكس على الكينغ دونك انا شنو غادي نلعب عن ديفونسي ضروري غادي ندير ديفونس نايت هو الاول اذا مشى حتى لعب هنايا يكون اكيد انه غادي يبغي ياخدني هذا كنت بغيت نلعبو هنايا باش ندير تشيك نيت في هاد البلاصة يمكن لي نرجع هذا مازال مديفونسي مزيان نزيد مديفونسي ولا من الاحسن يطلع لك الا طلع غادي ياخد لي هنايا بالروك علاش هو لعب دابا هنايا كيف كتشوف دونك هنايا ترينشنس دونك هنا ترينشنس الا مشى حتى خدا هناك غناخد هنا بالباون اصلا مكنتش ياخد من ان باون مديفونسي ميمكنش يطلع هنايا ميمكنش يقدر يجي هنا لان ميمكنش لي نضربو بالكوين حتى الا شي تحت خديتو بالكوين ياخدني تا هو بالكوين ونخسر انا الكوين ديالي يعني كون في الاول لعبت هدا هنايا ديك الساعات كانت غادي تصدق مزيان جاب الكوين تما
الكوين دابا ديفونسي بثلاثة مزيان، دونك كنسلى بهاد اللعبة هادي ولا غنزيد نديفونسي باون مع النايت، فغادي نشوف على حساب الوقت غنقدر نزيد نديفونسي، كيبان ليا احسن حاجة. ولا غادي نلعب هذا هنايا غادي يكون احسن، هذا غادي يكون احسن من الجو. اوكي علاش هو اصلا جات من الكوين؟ فهمت علاش، عرفت علاش، يعني مشى حتى هبط هذا باش ياخذ هذا، ومشى حتى حيدو هذا الكون غادي ياخذ هذا الروك، فعلى غادي ندير داك السيستيم اللي صراحه واعر. دونك حتى لو جاب هذا هنايا وحيدت مثلا النايت، مثلا غنجيب النايت هنايا، فهو هنا ما يمكنش ياخذ هذا، لان اصلا كاين جوج، حتى هذا الباون هذا كاين، يعني كان يمكن ياخذ هذا، لان هذا الروك كيعتبر هو ضعيف تمام، يعني ما عندوش ديفونسي، ولكن هذا الروك راه ديفونسي بالروك، هذا كنقول لكم الروك فوق الروك كيعتبر حاجه زوينه. تصعب سوا كنتي لعب بيه في بلاك ولا حتى في الوايت، يعني كيكون واحد ديفونس قوي بزاف. ودابا غنلعب هنايا، ومع ذلك واخا انا كنشوفه هو كيتعطل، ولكن يعني كما كتشوف فقط 5 دقائق، انا 4 دقائق ما عرفتش كيفاش صراحه، واخا يعني كنحاول نلعب بالزربه والوقت دغيا ما كيبقاش. فهنا راه كاين تشيك، يعني على هذا النايت هذا مهدد تما بصعوبه 100%، يقدر يلعب هذا 100%، لانه هذا مهد انا مداير بزاف الحوايج بهذا، يعني دابا هذا الى مشى حتى حيدتو دابا حتى لهنايا راه مزيان، نقدر ناخذ باون ياخذ لي من الكينغ، عندي تشيك ما عادش يقدر يهبط لان كاين الكوين، غيضطر يطلع، فغنزيد ندير تشيك فغياخدني بالكوين، غناخد ديال الكوين، يعني غنبدل دوروكس مقابل كوين، ولكن انا غنعطيه دوروكس والنايت، فهو غادي يعطيني غير الكوين، يعني الا كان هكا فبلاش، يعني مقابل باون فبلاش، يعني كان غنكون خاسر في بوينتس، لكن هو زايد عليا بدو بوينتس حيت غناخد باون، لان النايت كيساوي 3 غتبادل في باون، يبقى لي دو بوينتس لي هما دو باونز. فهنا شنو غادي نقدر نلعب دابا؟ فقبل هو ما غادي يلعب هذا، فكنشوف من لعب شي لعبة اخرى، تيكس تيكس تشي، كاينة واحد الحاجة زوينة بزاف مشتاش، يعني مشيت حتى خديتو بالنايت، فنفترض انه خداني، وهو اصلا 100% غادي ياخدني، ودرت تشيك هنا وطلع، فعلاش غنزيد ندير تشيك؟ راه عندي الكوين هنا تشيك، ولكن كيبقى هاد الباون هذا شاد هاد البلاصة هادي، ولكن يعني دابا فاش كتفكر بزاف صافي لقيت الحل، فاش كتفكر بزاف كيجيك داكشي مخربق، هذا اصلا ما غاديش يكون. دونك هذا فاشنو غادي يدير دابا؟ انا حيدت باون، الا مشى حتى خداه راه كاين هنايا تشيك، غيطلع تشيك ميت، هاد البلاصة هادي تشيك ميت، يعني هاد اللعبة مزيانة. وانا شنو كنت كنقول لك؟ شنو غادي نضرب الروك فوق الروك، يعني فضروري فاش كتفكر، يعني كل ما بقاش لي الوقت كاع يعني نقدر نكون في اللات هادي، وفضر اصلا في الاول ديال الجيم ولا في الميد الجيم نكون في اللات بزاف د الحوايج، ولكن معليش لان هذا هو اللعب، فهمتي؟ يعني شطرونج واستراتيجي، كل واحد اللي عنده ليفل طالع كيشوف، يعني بحال واحد تقول تبارك الله انا لعبت مع 10 دقائق ربحني، ومازال هو عنده 7 دقائق، انايا بقات لي دقيقه، علاش؟ لانه هو كيلعب بالزربه وعارف شنو كيدير، وانايا كنتخيل كنشوف هذا شنو كيدير، كنلقى مثلا باون كيلعبو عنده واحد الهدف، كنعرف داك الهدف شنو هو، فاش كنصافي كنطاكي بداك الهدف كيلقى عنده اهداف اخرين، فهمتي؟ يعني هادي هي الشطرنج كاين اللي واعر. دونك انا مشيت حتى خداني غتكون تشيك ميت، لان 100% تشيك ميت، ما غاديش ياخذني، شتي؟ يعني كما قلت لكم ما غاديش هو ياخذني، فا الا مشيت حتى خديتو عندي فونسي على النايت، في نفس الوقت غنبغي حتى انا ناخذ النايت، فهاد هذا غادي تكون مزيانه، ولكن علاش جاب هو اصلا تماك النايت؟ شوف تشيك، يعني مشيت دابا حتى خديت هاد الباون هذا، يعني مشيت حتى درت هنايا تشيك، فغادي ياخذني من النايت، يعني هادي مزيانه. تشيك تيكس تشيك تيكس، فشنو هو لعب هنايا؟ لعب الكوين، حل الطريق على الروك، مبغاش يعني يضحي بالكوين عاوتاني، مزيانه اللعبه صراحه، دايره زوينه اللعبه. دونك إلا لعبت هذا هنايا، الى لعب دابا هذا هنا غيكون احسن الروك، نلعبو هنايا غادي نبغي ناخذ
ولكن مشيت تلعب دروك هنايا فهو غادي ياخدني هنايا طق يعني، فتماك ما غادي اكون نرجع يعني خاسر. دونك دابا انا بقات لي دقيقة 35، شوف نلعب كيفاش غيكون دابا. كاين واحد الجوال بصراحة ما عرفش، ما كانش عليا يلعب النايت، كان عليا بغيت نلعب الروك، ما عرفتش علاش حيدت النايت تما بصراحة. لا مش ما كنتش كاع بغيت نلعب، كنت بغيت نلعب الروك، انا عارف اللي شنو غادي يوقع ولكن ما عرفتش كيفاش حتى لعبت. شكون هنا غادي يقتل؟ لا خطأ درت. ترينجنس ممكن اصلا ما نديفونس شي على خطأ درت. خطا فاش كدير شي خطا صافي كتكون خاسر 100%. المهم في اسر جيت في الاول يعني في ستارت الجيم لعبتها مزيان، راه كتكونوا متفقين معايا. ميد الجيم لعبتها حتى هي مزيان، ولكن في الاند الجيم هذيك تقريبا شي تعود على شويه الاند الجيم، ما عرفتش صراحه شنو وقع ليا حتى يعني لعبت في حالك. فهنا شنو يعني عرفت شنو بغيت. غادي نلعب هنا الروك وغندير هنا تشيك. اصلا هذا خصني نحيدو، اصلا هذا المعيش هذا تاهو شاد، بقات لي جوج دقايق راه باينة شكون اللي غادي يربح. صراحة ما غادي نلبون يقدر يخدمني لانه مثل لعب. هي عندي واحد اللعبة هنايا زوينة كيف كتشوف هنايا، غناخد واحد من الروك اللي هو يقدر يخدمني في الاول. الثاني غناخدو غادي يخدمني، غادي ناخد ليه الروك غادي يخدمني، غنمشي حتى خدامي اخرى نخليه هو يخدم. تشيك تشيك لا من احسن ناخد ليه. Don't say it's checkmate. ماشي تشيكميت، عرفتي كون جاب هاد الباون راه تشيكميت كنت غنجيب هذا هنا تشيكميت. ولكن معرفتش صراحة علاش ما لعبهاش. علاش 14 ثانية دونك هذاك واش غيطلع؟ لا لا المحل يطلع. تشيك واو تشيك، الوقت تشيك صافي مزيان. غناخد الباون كمية التواني كيف كتش. تشيك ناري دابا بتشيك، فاش غادي نخسر تشيك كتر تشيك متنحلش. دابا خصني نطلع داك الباون، نقدر نطلع داك الباون. لا 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 شنو درت لا تاني هنا بصح جوج. المهم خسرت في الوقت، ولكن اللعب كان صراحة زوين يعني. ديك الخطأ بصح اللي درت هو اللي دفعني بهذا يعني. أنا كنت بغيت نلعب في اللحظة هذي، ولكن خوفي مبقاش فيا الحال لأني لعبت مزيان ومازال عرق علي وقت غادي نربح. انا هنا شنو كنت بغيت نلعب؟ هنا كنت بغيت نلعب نايت، كنت بغيت نلعب الروك، كنت بغيت نلعب الروك نجيبو هنا. يا هذا مهم كنت الروك نجيبو هنا. الروك راه ديفونسي مزيان يعني. شنو انا كان ندير مثلا الا مشى حتى غادي ناخذ انا بالكوين
وهو غادي يكون عليه الضغط بزاف. ولكن بشر انا غنخدمني بالكون تشيك نقدر غادي ياخذ لي مهم. كنت ما عرفتش صراحه شكون كنت غادي نلعب انا بالروك ماشي بالنايت. لعبت انا بالنايت وخليت الروك في خطر تاخدا صافي. ولكن واخا هكاك لعبت انايا ماتش مزيان. هاد اللقطه هادي اللي كتبت ليكم تشيك الى مشى حتى للجاب هذا هنايا كيبان ليا هادي تشيك ميت. تشيك ميت شفتها انا ولكن هو شاف على لا النايت عرفتي كانت تكون واحد تشيك ميت اسطوره. فالفيديو جا طويل بزاف فما تنساوش دير لايك سبسكرايب وبقاو ديما انكم تتبعوا شي حاجه اللي تفيدكم فهمتي يعني بحال شي طرونجي ماشي شي كنقول لكم انكم بقاو تشوفوا يعني باش تشوفوا الفيديوهات لا بقاو ديما تتبعوا شي حاجه اللي ان تفيدكم بزاف الحوايج تعلم شي حاجه ما داكشي الاخر كما قلت لكم راه كنلقى بزاف الناس كتبعوا داكشي داكشي راه ما يفيدكم بوالو. المهم شوفوا شي حاجه اللي تفيدكم. فكان هذا هو الفيديو ديالنا ما تنساوش لايك سبسكرايب تاعي من اكثر. وا تشاو تشوفوا الفيديو الجاي.